أمر الطبيعة يدخل الرئيس التركي في تحدي قد يكون الأخير قبل امتحان الانتخابات الرئاسية. 84 مليار دولار قيمة ما أحصته أنقرة من خسائر جراء هذا الزلزال، وتحديات إعادة الإعمار وفق وعوده ومصادر تمويلها جميعها تواجه أردوغان وتربك حساباته. من استديوهاتنا في الرياض، أهلا بكم إلى برنامج الرياض. وعن ذلك نتساءل بداية، هل أربك الزلزال وتداعياته حسابات الرئيس التركي قبل الانتخابات الرئاسية؟ وما مصير هذا الاستحقاق السياسي؟ وأيضا أي صعوبات اقتصادية ستعطل طريق إعادة الإعمار الذي وعد أردوغان أن يكون خلال أقل من عام؟ مستقبل أردوغان الرئاسي على مقياس ريختر. الزلزال أضاف تحديات أكثر صعوبة على مشواره بجانب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ فترة، كما أن الخسائر وتكاليف إعادة الإعمار تضيف أعباء إضافية على الاقتصاد التركي. نتابع. أسقطت أزمات كتلك أسلافه، لذا قد يتوقف مستقبله السياسي ومسيرة قيادته لتركيا على استجاباته وحكومته لهذا الزلزال المدمر. على الرغم من حقيقة أننا جمعنا ربما أحد أكبر فرق البحث والإنقاذ في المنطقة مع أكثر من 141 ألف عضو، للأسف لم نتمكن من الاستجابة بالسرعة التي كنا نأملها. حتى الآن لا تغيير في موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو، رغم احتمالية التأجيل التي فرضها حجم التدمير، فضلا عن حالة الطوارئ المفروضة بعد الزلزال والتي منحت الحكومة صلاحيات استثنائية تمتد إلى ما بعد موعد الانتخابات، كما أن الضرر طال 10 مقاطعات جنوب تركيا غالبيتها معاقل لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية بزعامة أردوغان. ضاعف الزلزال التحديات على أردوغان الذي يعاني تراجعا في شعبيته بعد عام من التضخم المستمر، والذي أدى إلى إفقار شرائح عديدة من المجتمع التركي. الضرر السياسي يمتد أيضا إلى المعارضة، إذ تعاني من التشرذم وضيق الوقت لتسوية الخلافات فيما بينها والاتفاق على مرشح رئاسي. أدى الزلزال إلى خسارة في اقتصاد البلاد تزيد على 84 مليار دولار ونحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب اتحاد الشركات والأعمال في تركيا. هذه الخسائر تشمل 10 مليارات دولار في الدخل القومي وما يقرب من 3 مليارات دولار بسبب فقدان القوى العاملة، كما أن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية في تركيا سيؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 5.5% على الأقل. وفي جديد عمليات الإنقاذ في تركيا، تمكنت فرق البحث من انتشال فتاة صغيرة بعد 178 ساعة من الزلزال في منطقة أديمان. نتابع. كما أنقذت فرق الإنقاذ في مدينة أنطاكيا امرأة من تحت الأنقاض بعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر. نتابع أيضا. Evet.
قبل البدء بنقاش الليلة أذكركم بسؤالي الرابط لليوم: هل أربك الزلزال وتداعياته حسابات الرئيس التركي قبل الانتخابات الرئاسية؟ وما مصير هذا الاستحقاق السياسي؟ وأي صعوبات اقتصادية ستعطل الطريق إعادة الإعمار الذي وعد أردوغان أن يكون خلال أقل من عام؟ لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا بداية من اسطنبول عبر تطبيق زوم الدكتور جوكان سينكارا، الباحث في الشؤون السياسية التركية والإقليمية الدولية، أهلا بك. وعبر الأقمار الصناعية أيضا معي الدكتور سعيد الحاج، الباحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية. أما من أنقرة عبر تطبيق سكايب معي السيد هاكان أكباس، العضو المنتدب للشركة الاستشارية الاستراتيجية. كما سينضم إلينا لاحقا من عمان عبر الأقمار الصناعية السيد صخر النسور، المتخصص في علوم الأرض والجيولوجيا. أهلا بكم ضيوفي لمناقشة موضوع حلقة اليوم من الرابط. أبدأ من دكتور جوكان سينكارا الموجود معنا من اسطنبول. دكتور جوكان، يعني على الرغم من هذه الكارثة الإنسانية، التصريحات السياسية لا تغيب سواء عن وزير العدل التركي أو وزير الخارجية أو حتى المعارضة التركية. هل بدأت عمليات تسييس هذه الكارثة؟ طبعا، هذه الكوارث عادة ما تكون مرتبطة جدا بالعمليات الحكومية والسياسات. طبعا المعارضة تنتهز هذه الفرص لانتقاد الحكومات، حيث أن الموارد ليست كافية أو الإجراءات ليست كافية لتلبية احتياجات الشعب واحتياجات المتضررين، خاصة في المناطق التي ضربها الزلزال. إذن كل شيء ينتهي به المطاف إلى السياسة، وكل شيء يصب في العملية الانتخابية الآن. إذن الحكومة والمعارضة كلاهما يستخدم أو يستغل بالأحرى هذه الأزمة لحشد الزخم. طيب، دعني أنتقل بهذه النقطة أيضا إلى الدكتور سعيد الحاج لنقرأ المشهد السياسي المرتقب خلال الفترة المقبلة. دكتور سعيد، ماذا نترقب وكيف سيتابع الأتراك هذا المشهد السياسي وهذه الانتخابات في وقت تأتي بعد إعلان الرئيس التركي عن حالة طوارئ لمدة 3 أشهر؟ هل برأيك سيتعارض هذا القانون مع الانتخابات وكيف؟ مساء الخير، تحياتي. بالتأكيد زلزال من هذا النوع بكل آثاره، الخسائر البشرية والاقتصادية والعمران وما إلى ذلك، التأثير الكبير في كل هذه المحافظات، تقريبا هناك تقديرات بأنه أثر بدرجة مباشرة أو غير مباشرة بحوالي 20 مليون إنسان، بالتأكيد سيكون له تبعات سياسية. وكان منتظرا ومتوقعا أن يتم تسييس هذا الملف، خصوصا أن البلاد مقتربة أو يعني توشك أن تدخل في انتخابات توصف بأنها مصرية وحاسمة وما إلى ذلك. أعتقد أن التسييس بدأ أبكر بكثير مما توقعنا كباحثين ومتابعين. الآن بطبيعة الحال إعلان الرئيس التركي عن حالة طوارئ في المحافظات العشر المنكوبة أوحى بإمكانية تأجيل الانتخابات، أولا باعتبارها فعلا يعني إمكانية الحياة لم تعد واردة كثيرا في هذه المحافظات مما نتابع وتتابعون معنا، وثانيا هناك ربما بعض التوقعات بأنه خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة المنتظرة قبل الانتخابات أو موعدها المحدد قد لا تستطيع هذه المحافظات فعلا أن تقوم، وبالتالي قد لا يكون ممكنا وضع صناديق الاقتراع، وبالتالي هناك خياران كان قائمين، إما إجراء الانتخابات وتأجيل أو جعل جولة ثانية لهذه المحافظات أو تأجيل في كل تركيا. أعتقد أن إعلان الطوارئ من قبل الرئيس التركي يوحي بإمكانية التأجيل، وبعض التصريحات التي وردت على لسنة بعض سياسي المعارضة مثل رئيسة حزب الجيد ميرال أكشنر وكأنها أوحت بأنها تتفهم فكرة التأجيل، لكن ليس التأجيل طويل الأمد. هي قالت أنه يمكن ربما أن نؤجل الانتخابات فنعود بها لموعدها الأساسي في حزيران يونيو، لكن ليس أكثر من ذلك. وهنا الحقيقة تبدو المعضلة، أن تأجيل الانتخابات قدر الإمكان قد يصب في صالح الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، لأنه سيكون هناك إجراءات تمت في الإيواء والتعويض الأضرار والبنية التحتية وإعادة الإعمار وما إلى ذلك، وبالتالي تخفيف آثار الزلزال على أقل تقدير المحافظات المتضررة أو المنكوبة. من جهة ثانية، كلما اقتربت موعد الانتخابات وأجرى في ظروف صعبة، كلما كان ذلك نظريا لصالح المعارضة وليس لصالح الحرب الحاكم والمعارضة. هنا سندخل في معضلة سياسية من جهة،
من الذي يسيس ومن الذي يسعى للاستفادة من هذه النكبة، وهو أمر غير محبذ بالتأكيد بالنسبة للناخبين والمواطنين. وهناك معضلة قانونية، هل فعلا أو كيف يمكن الذهاب لتأجيل الانتخابات، لأن هناك مواد دستورية توضح هذا الأمر. واضح أنه فكرة الزلزال بحد ذاته ليس مسوغا كافيا ليعلن الرئيس بحد ذاته تأجيل الانتخابات، هناك حاجة للتوافق داخل قبة البرلمان، وبالتالي يحتاج التحالفان ربما أو الكتلتان المعارضة والحاكمة لتوافق بطريقة أخرى، على أقل تقدير تحتاج الحكومة للتوافق مع أحد أحزاب المعارضة، وقد يبدو هنا الحزب الجيد هو الذي قد يكون أقرب من حزب الشعب الجمهوري ربما لهذا الأمر، وبالتالي أعتقد أن الفترة المقبلة سيكون فيها تداول كبير جدا، رغم أن هناك أيضا بعض الثغرات القانونية قد أعود لها في نقاش لاحق خلال الحلقة. بالطبع سنعود إلى هذه الأمور القانونية، ولكن دعني أنتقل إلى سيد حكان أكباس أيضا للوقوف على هذا التفصيل، لنرى إن كان موضوع تأجيل الانتخابات سيخدم حزب العدالة والتنمية وأردوغان بشكل محدد أو المعارضة، باعتبار أن اليوم يعني أيضا أردوغان نراه في الشارع مع الناس، نراه قريب من هؤلاء المتضررين، كان قد أعلن عن الكثير من المساعدات التي ستستمر خلال الفترات المقبلة، عمليات الإيواء، وكان في نوعا ما اعتراف بفشل الحكومة بالفترة الأولى بالتعامل مع هذه الأزمة، وهو بحد ذاته قد يكون أيضا أو يلعب لصالح أردوغان. ما رأيك سيد حقان، ويعني ما هو المرتقب خلال الفترة المقبلة؟ بادئاً أود أن أشكركم وأن أشكر المشاهدين على تضامنكم مع الشعب التركي في هذا الوقت الصعيب. من الواضح أن السياسة لا تهم الشعب طبعاً الآن، وهذا أمر مؤكد، ولكن الحياة تمشي، لذلك علينا مناقشة القضية السياسية. بالعودة إلى ما قاله الضيفان، الدستور به أحكام ومواد تقتضي إجراء الانتخابات في موعدها، والرئيس أردوغان تحدث عن إمكانية تأجيلها أو ربما بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بترشحه للمرة الثالثة، ولكننا تخطينا تلك المرحلة الآن. إذن ما أريد قوله هو أن التصويت لأردوغان سيعتمد على ما سيقوم به من اليوم وحتى موعد الانتخابات. لأكن منصفا، خلال 36 ساعة الأولى من هذا الزلزال المدمر، فهذه من أكبر الكوارث العشرة في هذا العقد أو حتى في القرن من حيث عدد الإصابات. إذا في 36 ساعة الأولى كان من المفترض أن تقوم الحكومة بأداء أفضل، ولكنهم فورا لحقوا الأمر وحسنوا من أدائهم وقاموا بحشد الموارد من أجل مساعدة المتضررين بما فيه كفاية وتلبية احتياجاتهم. إذا نحن الآن في خضم عملية عليه أن يظهر من خلالها مهاراته القيادية ليثبت أن هناك إجماع من بين أفراد المجتمع ولا يوجد انقسامات كبيرة. حتى قبل الزلزال كان هناك بالفعل قلق وتوتر حيال الحكومة الحالية بسبب الصعوبات الاقتصادية والفقر الذي بدأ يشيع ويتوغل في البلاد، والآن أتت هذه الكارثة وستستغرق وقتا طبعا للتعافي منها. وللأسف تاريخ تركيا يظهر أن هناك عدد من الوقائع التي تشير إلى بعض الممارسات الضعيفة في البناء والتشييد وغيره من أوجه الضعف والهشاشة. سنتحدث عن هذه السياسات ربما التي كان من المفترض أن يعني تتعامل معها الحكومة في وقت سابق قبل الكارثة. دعني أنتقل فقط إلى ضيفي من عمان السيد صخر النصور، متخصص في علوم الأرض والجيولوجيا، الحديث أكثر عن يعني اليوم عندما نتحدث عن سياسة الحكومة في التعامل مع يعني أو تنبؤ هذه الكوارث، برأيك سيد صخر اليوم
كيف يمكن للحكومة، يعني قلنا أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل ولا يمكن التنبؤ بهذه الكوارث، ولكن يمكن أخذ الاحتياطات، ولكن اليوم بات هناك نقاش آخر يتحدث عن أن الأزمة في تركيا كانت وما زالت تتعلق بسياسات الحكومة في التعامل مع ما يتعلق بالبناء وما يتعلق بالإنشاءات. إلى أي مدى هذا أو النشاط الإنساني دعني أقول يؤثر وله دور في حجم أو تضخيم حجم الكارثة؟ شكرا لكم على هذه الاستضافة. الحقيقة أنه ما هو مطلوب من كل الحكومات وليس فقط من الحكومة التركية ومن كل الدول على وجه العموم، وأخص بالذكر الدول ذات النشاط الزلزالي القوي المصنف تاريخيا والمعروف علميا أنها متوقع أن يكون هنالك زلازل. ولنستقي من التجربة اليابانية خير دليل على كم هائل من الإجراءات التي تتخذ. لا أحد يستطيع أن يمنع وقوع زلزال، كما أن لا أحد يستطيع أن يتنبأ بوقت وشدة ومكان حدوث الزلزال. بالإمكان وصف هذه المنطقة أو تلك بأنها منطقة زلزالية شديدة الخطورة. لذلك اليابان على مدار سنوات بنت ثقافة عامة وشمولية في سلسلة من الإجراءات ضمن خارطة الطريق تم إعدادها عبر سنوات من العلماء والمختصين في علماء النفس لمعالجة ضحايا الكوارث، في تدريب وتأهيل وتدريس طلاب المدارس والجامعات كيفية التعاطي عند حدوث هزة، والأهم من كل ذلك تطبيق كودات البناء والتي يعني تخفف وتقلل من حدة الخسائر في الأرواح البشرية والضحايا. وبالتالي اليوم المناطق المصنفة زلزاليا 7 فما فوق وفق مقياس ريختر تصنف زلازل قوية وشديدة شديدة التدمير كما حدث في زلزال تركيا، يجب أن يكون هنالك استعداد مبكر، وذلك بتقديري لا يكون إلا من خلال عمل مؤسسي. وأنا طالبت من عدة أيام أن يكون هنالك إما مركز إقليمي، لأن هذه الكوارث الطبيعية عابرة للحدود، لا تستطيع عن حدود أن تمنع الكوارث الطبيعية، وبالتالي يجب أن يكون هنالك تشاركية في الجهد لتأسيس مركز إقليمي للمخاطر من الكوارث الطبيعية، ويجتمع العلماء والمختصين من مختلف الدول لبحث إمكانية الاستعداد بغية تخفيف الخسائر. لا نستطيع أن نوقف الزلزال، والزلزال ظاهرة طبيعية تنفس وتحرر الطاقة المختزنة في باطن الأرض، لا أحد أن يستطيع أن يوقفها، ولكن بالإمكان ضمن سلسلة من الإجراءات أهمها تطبيق كودات البناء. وحسب ما علمت بعد زلزال 1999 في أزمير كان هنالك قوانين في تركيا تشدد وتغلظ العقوبة في موضوع مخالفة كودات البناء، وبالتالي اليوم كما علمت أيضا في الأخبار بأنه تم إيقاف عديد من المقاولين. طيب سنتابع كل هذه التفاصيل سيد صخر وضيوفي، ابقوا معنا ومشاهدينا بعد هذا الفاصل سنتابع حلقة اليوم. أهلا بكم من جديد. قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار الناجمة عن الزلزالين المدمرين بأكثر من 84 مليار دولار، وبحسب الاتحاد فأن هذا الرقم يساوي نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويرجح أن يكون الزلزال قد تسبب في دمار مبان سكنية بنحو 71 مليار دولار إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى في صورة خسائر في الدخل القومي. استنادا إلى حسابات مرتبطة بالزلزال عام 1999، قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال بأكثر من 84 مليار دولار، أو ما يناهز 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأوضح الاتحاد أن كلفة الدمار الذي حل بالمباني السكنية قدر بنحو 70.8 مليار دولار إلى جانب 10.4 مليار دولار أخرى في صورة خسائر في الدخل القومي. ويتوقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023 مقابل التقديرات الرسمية البالغة 3.5%. أما من ناحية الخسائر في القوة العاملة فقد تكلف اقتصاد تركيا 2.9 مليار دولار.
دعني أتحدث سيد حقان أكباس عن تفاصيل هذه الأرقام التي عرضناها الآن في التقرير والتي تشير إلى حجم الخسائر بحسب التقديرات الأولية. إلى أي مدى هذه التقديرات اليوم صحيحة باعتبار أن الأزمة ما زالت في بدايتها؟ وكيف يتم ربما العمل من الحكومة وما هي الخطة التي سنترقبها من قبل الجانب التركي لحصد الأموال والتعامل مع الأزمة على المدى القصير وعلى المدى الطويل أكيد؟ أعتقد أن هذه الأرقام والتقديرات مبدئية فقط، مر أسبوع واحد فقط منذ ضربنا هذا الزلزال المدمر، ولذلك أعتقد أن الأرقام ستتغير وسيستغرقنا الوقت حتى نصل إلى الكلفة الاقتصادية الحقيقية لهذه الكارثة. ولكن مع ذكر ذلك، إن تحدثنا عن هذه المدن العشرة التي ضربها الزلزال، مساهماتها في الاقتصاد كانت بحوالي 10%، كما أننا نتحدث عما يقل عن 15% من السكان هم من كانوا يعيشون هناك. بمعنى أن الزلزال الذي ضرب مرمرة في 1999 كانت له كلفة اقتصادية أكبر مقارنة بهذا الزلزال. اقتصاد تركيا يساوي تريليون دولار تقريبا، ولذلك أعتقد أننا سنستطيع التعامل مع هذه الخسائر بشكل أو بآخر. إذن أغلب الكلفة تأتي من أين؟ تأتي من دمار المنازل وانهيار المباني، والحكومة قد طالبت بعام حتى تعيد بناء هذه المدن العشرة، كما أنهم تواصلوا مع هيئة الإسكان من أجل بناء مساكن عامة على نطاقات أوسع. بعبارة أخرى، فهناك إمكانية إعادة بناء هذه المدن العشرة، وربما طبعا في مناطق جغرافية مختلفة بعيدة عن حزام الزلازل المباشر. هذه المساكن سوف تكون حلا جيدا لما حدث، كما أن هناك قدرة على إعادة البناء، وهم قادرين، الحكومة التركية قادرة على تنفيذ ذلك. ولكن البنية التحتية والمواصلات وشبكة المواصلات هي التي ربما ستستغرق وقتا أكبر أو ستكون كلفتها أعلى، ولكن بناؤها سيكون ممكنا وبشكل سريع. تركيا لها تجارب مأساوية وكارثية من زلزال 1999، وقد تعلموا من تلك الكارثة. هناك تقنيات الآن، هناك تعاون وموارد أكثر تأتي، ولكن المشكلة الوحيدة التي أريد أن أذكرها هنا هي أن تركيا من الشرق قريبة من حزام زلازل، وربما قد تعاني تلك المنطقة لأن تركيا كانت تصدر الكثير من المنتجات من تلك المنطقة، من المنطقة الشرقية، ولذلك خسرت هذه المنطقة. دعني أنتقل بهذه النقاط كلها إلى السيد جوكان للحديث أكثر ربما عن سياسات الحكومة المرتقبة في التعامل مع موضوع إعادة الأعمار في الفترات المقبلة. سيد جوكان، هل عام واحد كاف لإعادة الأعمار؟ وهل بإمكان أردوغان اليوم إقناع الشعب التركي بأنه نحن أعدنا أعمار المناطق المتضررة وهذا كاف في الفترة الأولية؟ مشروع عام واحد ليس منطقيا في رأيي. لا، كيف يمكن تحقيق ذلك في عام، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السائدة الآن في تركيا؟ ولكن الرئيس أردوغان يحتاج بالفعل إلى أن يصرح برسائل إيجابية حتى يحظى بالدعم من المجتمع. فبعد هذا الزلزال
هناك إحباط بين أفراد الشعب خاصة من بين المتضررين في تلك المناطق، وهناك إحباط حيال الحكومة وسياساتها وإجراءاتها، ولذلك عليه أن يرسل بهذه الرسائل الإيجابية لهم. ولكن في رأيي إن سألتموني لا يمكننا أن نتنبأ بالأمور الآن بشكل جازم، علينا أن ننتظر قليلا حتى نرى الأرقام الحقيقية وبعض التقارير من المنظمات غير الحكومية، ومن بعدها ربما نستطيع أن نبني تقديرات وتوقعات واقعية. إذن كل الأطراف السياسية الآن تستغل الوضع لصالحها وتستغله من أجل كسب الدعم نحو احتياجاتهم السياسية ومن أجل الانتخابات. ولذلك كل ما يحدث الآن وكل ما نسمعه من تصريحات وكل ما نراه من خطوات، كل شيء مربوط بالانتخابات. طيب دعني أنتقل إلى سيد سعيد الحاج أيضا للوقوف على هذا التفصيل. سيد أو دكتور سعيد، اليوم هل يعني مشروع العام الواحد كما وصفه ضيفي أيضا من أنقرة اليوم، هل يخدم أردوغان في الانتخابات المقبلة، أم ربما يخدم المعارضة في الوقت الحالي باعتبار أنه مشروع ربما غير قابل للتحقيق؟ إعادة الإعمار، وبالتالي هذا المشروع أعتقد أنه ضمن أهم التحديات التي ستكون في المرحلة المقبلة. هناك الآن اقتربنا تقريبا من نهاية مرحلة الإنقاذ وعمليات الإغاثة، لاحقا سيتم التجريف وسيتم البدء تماما ومباشرة بعمليات إعادة الإعمار. هذا السياق. السياق الثاني بالتأكيد أنه كلما انتهت هذه الأمور أبكر كلما كان ذلك لصالح الحكومة وأردوغان، وبالتالي هنا بالتأكيد التحدي كبير، لأن أيضا المحافظات 10 التي تضررت من الزلزال، وبالتالي أعمال البناء المطلوبة وإعادة الإعمار المطلوبة كبيرة وكبيرة جدا. قد يبدو العام فترة قصيرة نسبيا، لكن من جهة هناك خبرة كبيرة في تركيا، والمشاريع العظمى أو المشاريع المجنونة التي سميت هنا في تركيا، في العادة التزمت الحكومة بمواعيد افتتاحها واستفادت من ذلك ولديها خبرة في هذا الأمر. لكن من جهة ثانية أعتقد أن الانتخابات أيضا حافز إضافي للحكومة لأن تسرع بهذا الأمر. الآن انتهت في عام أو أكثر قليلا، هذا لن يكون مهما جدا. أنا أعتقد أن إعطاء الانطباع بالتزام الحكومة بمسؤولياتها من جهة، وبالإسراع بهذا الأمر من جهة ثانية، هو محاولة لتخفيف الانتقادات ربما، وعدم إعطاء ذريعة للمعارضة لاستمرار الهجوم على الحكومة. تعرفين أنه المعارضة تحمل الحكومة مسؤولية عدم الإعداد التام أو عدم الإسراع في الساعات الأولى، عدم كفاية ربما فرق الإنقاذ وما إلى ذلك. الآن هذا يمكن الرد عليه من قبل الحكومة بأنه الزلزال كان غير مسبوق وكارثيا، مدمرا، واسع الانتشار، قويا وما إلى ذلك. لكن النقاش الأساسي أعتقد أنه سيكون على مدى سرعة استجابة الحكومة في المراحل اللاحقة، ما يتعلق بإعادة الإعمار، الإسكان، الإيواء، الصحة، التعليم وما إلى ذلك. إعادة إحياء هذه المحافظات هو الرهان الأساسي، وهنا أعتقد أنه المآلات ربما قد تكون أكثر أهمية من البدايات. يعني في نهاية المطاف أيضا هي منطقة مستقطبة، منطقة مسيسة في نهاية المطاف، وبالتالي الزلزال والتبعات الكارثية له بالتأكيد هي أحد مدخلات تشكيل وصياغة آراء الناخبين، لكن أيضا هناك التزامات واصطفافات وانتماءات حزبية سابقة. ولذلك بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أعتقد أنه أيضا الصورة التي تحاول الحكومة أن تقدمها والسردية التي ستحاول المعارضة أن تقدمها في لحظة الانتخابات ستكون فارقة في تقييم نجاح الحكومة من عدمه. طيب دعني أذهب إلى عمان مع السيد صخر أيضا. كنا نتحدث عن موضوع النشاط الإنساني والسياسات التي يمكن أن من خلالها الحكومة أن تتجنب هكذا كوارث، ولكن أيضا هناك ما يتعلق بموضوع السدود، يعني النشاط الإنساني باعتبار إنشاء السدود أو عمليات إنشاء السدود، وتركيا معروف أنه هي قامت يعني العمل على مشروع إنشاء 20 سدا في تلك المنطقة. إلى أي مدى هذا الأمر مرتبط اليوم بتنشيط النشاط الزلزالي في المنطقة؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال إذا أذنتي لي بملاحظة صغيرة، تفضل. بأنه باعتقادي الشخصي من نظرة إنسانية، والنظرة الإنسانية تكون باتجاه الكوارث الطبيعية والضحايا، أن أمن البلاد وحماية أرواح الأبرياء باعتقادي أهم من كل الانتخابات وأهم من كل
النزاعات السياسية. هذه وددت أن أقولها. الحقيقة أنه كان المفترض مرة أخرى أن يكون، ولا أدري مدى هذا مدى موجود على الأرض في تركيا أو في غيرها، أن يكون هنالك خارطة للمخاطر الزلزالية بتوضح هذه طرق الإسعاف عند وقوع الحادث، طرق الإسعاف، طرق الإنقاذ، توزيع المستشفيات، هل خطوط الغاز والنفط، هذا شغل خطير جدا إذا كانت عابرة في هذه المناطق التي توصف بالحزام الزلزالي، هل هنالك كثافات سكانية، هل هنالك منشآت حيوية كالمستشفيات والمفاعلات والسدود وما شابه ذلك، هل كان هنالك خطة موجودة لمسألة الإيواء وإيجاد الملاجئ الآمنة، مسألة أن يكون هناك خطة موضوعة ضمن تمرين تعبوي وهمي في الإيواء والطعام والشراب وما شابه ذلك. كل هذه الاستعداد المبكر، نحن نتعامل ما قبل الأزمة وأثناء الأزمة وما بعد الأزمة، كان يفترض أن يكون، ولا أدري مدى موجود حتى لا أظلم أي طرف كان، مدى جاهزية هذه الأمور، هل كانت موضوعة منفذة، جهات تعمل بشكل مؤسسي لتنفيذها. أخطر المنشآت الموجودة السدود وخطوط النفط وخطوط الغاز، هذه يجب أن يكون هنالك سيناريوهات للتعامل معها في حال حدوث. أما أن يكون وجود سد يؤثر أو هو سبب في الزلزال، هذا أمر مستبعد جدا. وفي رواية أخرى قيل أن التغيرات المناخية تعمل زلازل، الزلازل ظاهرة طبيعية تنتج نتيجة حركة الصفائح، وكما هو معلوم بأن المنطقة ذات التي وقع فيها الزلزال هي منطقة التقاء صفائح، وفي صدع شرقي، الصدع الأناضول الشرقي وصدع الأناضول الشمالي، هذه نقاط ضعف وقعت عليها زلازل تاريخية في تركيا من 1939 وصاعدا، وبالتالي متوقع ومعروف أن تكون هذه نشطة زلزاليا. ما تم عمله سابقا، هل تمت الاستفادة من زلزال 1999 في أزمير؟ أعتقد أنه ممكن جزئيا، ولكن كم كبير من الأبنية تم إنشاؤها قبل 1999؟ هل تم دراستها وتقييمها تقييم هندسي لتدعيمها، لتثبيتها، لاتخاذ إجراءات معينة؟ كل هذه مجمل الأسئلة توضع اليوم على الطاولة، وعلى تركيا أن تتحد مغالاة ومعارضة، حاكمين ومحكومين اليوم، كما هو العالم يجب أن يتحد كله مع تركيا وسوريا. ونحن نتحدث أيضا في سوريا مناطق فقر وأبنية متواضعة والضحايا بالآلاف. هذا يعني من ناحية إنسانية أنا أنظر إلى الكوارث الطبيعية، لأنها يعني لا ترحم الطبيعة ولا تميز بين العرق والدين واللون، لذلك يجب أن يكون جهد دولي عالمي. ولكن لا يبدو أنه الحال الآن في تركيا، باعتبار أن الحديث عن انتخابات وتسييس هذه الكارثة بدأ بالفعل. ضيوفي ومشاهدين أبقوا معنا بعد الفاصل، سنتابع. أهلا بكم من جديد. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة طوارئ في المناطق المنكوبة من جراء الزلزال لمدة 3 أشهر، لافتا إلى تخصيص 5 مليارات دولار كخطوة أولى لاسترجاع الخدمات الأساسية سريعا في المناطق المتضررة. وفقا للمادة 119 من الدستور التركي، يمكن إعلان حالة الطوارئ عند حدوث كارثة طبيعية أو أزمة اقتصادية قوية أو لدى انتشار حالات عنف ووقوع اضطرابات خطيرة في النظام العام. فماذا يعني فرض حالة الطوارئ في تركيا بعد الكارثة، وكيف ستؤثر في موعد الانتخابات المقبلة؟ نتابع. إثر الزلزال المدمر وهزته الارتدادية، فرض الرئيس التركي حالة الطوارئ في 10 أقاليم متضررة لمدة 3 أشهر. فكيف يترجم هذا القرار على أرض الواقع؟ في ظل حالة الطوارئ المعلنة، يمكن تنفيذ إجراءات استثنائية من قبل الحكومة التركية والجهات التنفيذية، وتشمل حالة الطوارئ السماح للرئيس ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان فيما يتعلق بسن قوانين جديدة أو فرض قيود على الحقوق والحريات أو تعليقها. وفيما يرتبط بالكارثة، يكون للحكومة سلطة أكبر بشأن استخدام مجموعة واسعة من الموارد. فمثلاً يمكن الحكومة أن تطلب من المؤسسات أو الأفراد التنازل عن أراض ومبان ومركبات وأغذية وأدوية. كما يمكن للحكومة أن تصدر منشآت تنتج أو تبيع أو تخزن مثل هذه المواد،
وأن تغلق الشركات التي تطورت في أعمال مثل التلاعب بالأسعار أو اكتناز الإمدادات أو إعاقة إنتاج السلع الضرورية. وتخول حالة الطوارئ الحكومة بتكليف الأشخاص من سن 18 إلى 60 عاماً بمهام وإلغاء أيام العطلات. وفور إعلان حالة الطوارئ أثيرت التكهنات حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في مايو المقبل، لكن الخبراء الدستوريين أوضحوا أن هذا الأمر غير مطروح، حيث لا تؤجل الانتخابات إلا في حالة الحرب أو حالة العجز عن إجرائها وفق الدستور التركي. دكتور سعيد، إذن كما استمعنا في هذا التقرير، بداية أريد أن نعرف أكثر عن المعضلات القانونية اليوم التي سيواجهها أردوغان وتركيا بشكل عام، التي من المحتمل أن من خلالها أن يتم تأجيل الانتخابات. وفق الدستور التركي فإن تبكير الانتخابات يمنح بصلاحيات للرئيس التركي وأيضا لأغلبية البرلمان، أما تأجيل الانتخابات عن موعدها فمنصوص دستوريا بأن ذلك بيد البرلمان في حالة الحرب. ولذلك الكثيرون من ضمنه المعارضة التركية يقولون أن أمر غير مطروح أساسا. لكن من زاوية ثانية ثمة آراء أيضا تقول بأنه من الناحية العملية قد لا يكون هناك إمكانية فعلا في هذه المحافظات العشر على أقل تقدير لأن يكون هناك انتخابات سليمة وشفافة وعادلة وأن يكون الناس بأريحية يذهبون لصناديق الاقتراع، ولذلك من الناحية العملية قد يطرح هذا الأمر. الآن ما هي المسارات التي يمكن الذهاب من خلالها؟ هناك من يرى مثلا أنه يمكن القياس على حالة الحرب لأن المادة الدستورية تتحدث عن تعذر إجراء الانتخابات بسبب الحرب، فالبعض يقول أنه إذا تعذرت إجراء الانتخابات لأسباب أخرى تقاس على الحرب يمكن أن يكون ذلك، وهذا ما أشرت له في مداخلتي الأولى. ولذلك مثلا تلاحظين أن الكثير من المسؤولين الأتراك يتحدثون بأن قوة الزلزال التدميرية توازي مثلا 500 قنبلة ذرية. هذه إشارة ربما للقدرة التدميرية وربط الأمر بقنابل معينة وما إلى ذلك، قد تكون أحد إحالات هذا الأمر. لكن مرة أخرى لا يملك الحزب الحاكم ولا التحالف الحاكم مع الحركة القومية إمكانية ذلك، وبالتالي هذا سيعاد به إلى البرلمان. الآن إذا كان هناك توافق بين الحزب الحاكم والمعارضة على ذلك قد يكون هذا يفتح مجالا، لأنه في نهاية المطاف كما يقال البرلمان سيد نفسه، وتدرك جميع الأحزاب الحاكمة والمعارضة أن أيضا مدى شعورها بمأساة الناس ومدى اهتمامها بذلك ومدى عطفها على ذلك في أي قوانين أو قرارات معينة سيكون لها مردود معين. دكتور سعيد، لنذهب إلى السيد أو دكتور جوكان لنسأله عن مدى. دعيني فقط أضيف جملة أخيرة بعد طيب فضل سريعا لو سمحت. هناك من يرى أنه يمكن أن يتخذ القرار عبر هيئة الانتخابات العليا لأن هي التي تدير العملية الانتخابية، لكن هذا غير صحيح. الهيئة تدير العملية الانتخابية عندما تحدد في موعدها، ولكن ليس لها أن تأخذ قرارا بالتبكير أو التأخير، ولذلك أعتقد أن ذلك يتخطى مهام أو يعني صلاحياتها الدستورية. دعني أذهب إلى دكتور جوكان بهذا الحديث الذي تفضلت فيه دكتور سعيد. دكتور جوكان، اليوم ما مدى يعني حالة الانقسام السياسي الموجودة في تركيا؟ كيف يمكن أن تعرقل الانتخابات وتؤثر عليها بشكل أو بآخر؟ أوكي. You know that Erdogan is in government. تعرفون أن الرئيس أردوغان في منصبه منذ 20 سنة، وبالتالي كان عليه من أجل الالتفاف حول الدستور، فنرى أهمية بالغة للوقت الحالي. حسب رأيي أنا الانتخابات سوف تتأجل ربما لستة أشهر أو حتى عام، ويمكننا أن نرى أن هناك قرار مطلوب من الأحزاب جميعها والبرلمان كما قال الضيف. إذن نعم هناك مادة في الدستور وهي واضحة، ولكن مع ذلك تفسير المادة ربما يكون له أهمية في هذه العملية. لذلك أنا أعتقد أن الهيئة العليا للانتخابات سوف تتخذ قرارا بتأجيلها بالإضافة إلى ذلك. هذه الانتخابات تهم أردوغان كثيرا. لماذا؟ لأن هذه الكارثة كارثة كبيرة، وبالتالي هو يحتاج وقت الآن من أجل أن
يظهر إدارته الحكيمة للوضع في المناطق المتضررة وعلى مستوى الدولة، ولذلك سيكون التأجيل في مصلحته وسوف يحظى بدعم اجتماعي أكبر، ولذلك هو يحتاج الوقت وعليه أن يكسب الوقت من خلال التأجيل. ربما سيكون عاما كافيا، فترة عام ستكون كافية ليقوم بذلك. دعنا هنا نسأل سيد حقان، إن كانت تركيا اقتصاديا في هذا الوقت تحديدا قادرة على تحمل حتى أعباء الانتخابات في الفترة المقبلة؟ Yes. Right now. حسنا، ما يحدث الآن هو أن الانتخابات وحسب الدستور يجب أن تتم في 18 من يونيو، وبالعودة إلى 1999 والزلزال الذي حدث في ذلك الوقت، فأغلب المتضررين 15 مليون تقريبا من الممكن أن يعاد تأهيلهم وإعادة توجيههم إلى مدن أخرى وإسكانهم هناك. إذن سيكون الوقت كافيا من بين اليوم وحتى يونيو، الوقت كافي من أجل إسكانهم في مدن أخرى ونقلهم إلى مساكن هناك في تلك المناطق. المعارضة سوف تعارض تأجيل الانتخابات، إذن هناك غضب الآن بين أفراد الشعب بشأن الزلزال، وهناك إحباط وهناك استياء، ولذلك لا أعرف كيف ستكون الاستجابة حيال الانتخابات. الانتخابات في 18 من يونيو ولا أعتقد أنها ستتغير. حسب رأيي أنا الشخصي لا أعتقد أنهم سيستطيعون تأجيلها، ولكن مرة أخرى ربما سيحاولون القيام بذلك. كلما أسرع الرئيس أردوغان في التصرف والتحرك بين الآن وبين يونيو وتقديم استجابة محترمة نحو ما المتضررين وتلبية احتياجاتهم النفسية، الاحتياجات الأساسية والمعنوية والصحية وكل أنواع الاحتياجات، سيفيده ذلك في الانتخابات. إذن 15 مليون شخص قد خرجوا من دائرة الدعم التي كان سيحظى بها لو لم يضرب الزلزال. السيد حكان أكباس، العضو المنتدب للشركة الاستشارية الاستراتيجية، كنت معي مباشرة عبر سكايب من أنقرة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأيضا من عمان عبر الأقمار الصناعية كان معي السيد صخر النصور، المتخصص في علوم الأرض والجيولوجيا، شكرا جزيلا لك. أيضا دكتور جوكان سينكارا، الباحث في الشؤون السياسية التركية والإقليمية، والدكتور سعيد الحاج، الباحث في الشؤون التركية والعلاقات الدولية، كنتما معي من اسطنبول، شكرا جزيلا لكما ضيوفي على هذه المشاركة وهذه الآراء. إذن قبل الختام نستعرض سؤالي حلقة الرابط لليوم. بداية، هل أربك الزلزال وتداعياته حسابات الرئيس التركي قبل الانتخابات الرئاسية؟ وما مصير هذا الاستحقاق السياسي؟ وأي صعوبات اقتصادية ستعطل طريق إعادة الإعمار التي وعد أردوغان أن تكون خلال أقل من عام؟ وبعد استفاضة نقاش في ملف اليوم، خلص ضيوفي إلى التالي. بداية، الرئيس التركي أمام اختبار صعب قد يحدد مساره في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونجاحه في إدارة الكارثة سيسهم في فوزه. طبعا الظروف الاقتصادية التي تعاني منها تركيا إلى جانب خسائر الزلزال ستعيق عمليات إعادة الإعمار، ومدة عام واحد لن تكون كافية. إذن مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة. غدا ملف جديد وحلقة جديدة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.